معقول يا هالروحة بهالوقت؟ بتكون خالق والفيدان حابة تطحنك معه. شو أنا بالدور بدي شوفكن؟ أنت شو لك شغل هون ولا؟ عمل استنى 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 شوي أبي. شو صايرين تجوا على البيوت مشان المصاري؟ أحكي. ساكن هون. أنت شو عم تحكي ولا؟ شلون يعني ساكن هون؟ سمعت يلي حكيته وبعد بمشي. استنى استنى شوي على العشرة. أنت قلت على الشقة عشرة ما؟ بعد ولا؟ لك يا حقير. قلت لك معي يا ابني. لا لا يا ابني. مريحة أنت فوتي على البيت. يلا نزلي لتحت. اوعك تاني مرة تعيدها. يلا امشي من هون. امشي. انت منيح امير بيك؟ منيح منيح. جاي تعصبي علي كرمال واحد ما قدرتي توقفي بوشه وتحكي له كلمتين؟ شو هالعجرفه هي؟ شو هالقسوه؟ شو ما بنقدر نحكي معهم بس لانه ما بدهم محظوظين وما عندهم الامكانيات تبعك وما خلقوا في بدهم معلقه ذهب مثلك؟ ليكي انا ما بدي اكسر بخاطرك بس الحياه اقسى مني ولا عاد تضحكي على حالك. سهل انك تدافع عنهم وانت قاعده بمحلي. روحي اعملي لي خطوه وعيشي الحياه اللي بيعيشوها. فيك تعيشيها؟ انا عن جد تفاجأت وخاب املي فيك كتير. فريحه انا شو عم بعمل لك؟ فريحه انت ملاحظه انه عم نتخانق كرمال ابن البواب؟ تعي لهون فريحه. فريحه نسيتي هدول؟ مع هيك احتياطاً انت خود خافض للضغط أحسن. عن جد ما عم بفهم كيف عم يصير هيك. لك ابني انت ما فيك تسكت قدام أبوك والله عيب. لك أنا كيف بدي أعيش مع هزلمة بنفس البناية؟ ابتلى فيه يعني؟ جاي عبالي اطلع لعنده. هيعرف انه محمد أخي كمان. لك أنا والله كنت بدي أحكي له عن كل شيء. يلا رضا البس بيجامتك وتسطح شوي مشان ترتاح. شو يا زهرة؟ فريحة عند محمد؟ والله يا زهرة الشغلة نهايتها وخيمة. نحن ومحمد والزلمي اللي في مشاكل بيناتهم ساكنين بنفس البناية. قديش صعبة رقابنا محنية وما بنعرف شو بدنا نساوي. بس القبضات مشدودة كتير والاسنان جاهزة للنعش والشاب معصب علي وأبوك إنه رح نقلعه من هون. يعني قليلي مو نحن اللي سلمنا للشرطة؟ هلا قليلي شلون بدنا نحل هالمشكلة؟ طيب لكان شوف قديش تجمع معنا مصاري وروح سدد لهم ياهن. يلا قولي. يلا قولي على عيبه صوته طالع. السيارة سيارة الشاب وضربت له اياها
افتريت عليه وضربته وهلا كامشه من رقبته. فريحة، هذا الزلمة هلا صار هون بكل مصاريه وسيارته الجديدة. هالاستفزاز هاد رح اضطر شوفه كل يوم. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.